شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا اليوم في أعمال اللقاء التشاوري 17 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون والذي عقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.